How serious is the difference of opinion between Iraq and the Soviet Union over Eritrea? Iraq is a supporter of the Eritreans and the Soviets support Addis Ababa. العراق له وجهة نظر تختلف عن السوفيت بشأن الثورة الأرتيرية التي مضى عليها حوالي 17 سنة. العراق يعتبر الثورة الأرتيرية ثورة تحرر وطني من أجل الاستقلال التام، ونحن ندعم حق الشعب الأرتيري في الاختيار الذي يراه مناسبا لنضاله الطويل. أرتيريا لم تكن جزءا من أثيوبيا، وإنما ضمت بالقوة خلافا للوصايا التي فرضتها الأمم المتحدة عام 52. أما الاتحاد السوفيتي فيدعم النظام العسكري الأثيوبي ويؤكد على حل المسألة في إطار وحدة الأراضي الأثيوبية وليس إقرار الاستقلال عن أثيوبيا. Practically speaking, do you think oil prices will rise at the end of the year? Will the Saudis block such a move? العراق يدعو دائما إلى تحقيق زيادات في الأسعار تتناسب مع انخفاض قيمة الدولار ومع نسب التضخم المتصاعدة في الدول الصناعية الغربية. ودائما كان يربط بين طلب الزيادة وبين نسب انخفاض عمولة العملة المعتمدة وهي الدولار، وكذلك ارتفاع البضائع المصنعة. أما في اجتماع جنيف الذي عقد أخيرا لوزراء النفط في دول أوبك فلم تحدث زيادة بسبب تمسك الحكومة السعودية بموقفها في تجميد الأسعار خلال هذا العام، وهناك ضغط متزايد من قبل دول الأوبك لمعالجة الأضرار الكبيرة التي تلحق بها نتيجة تجميد الأسعار طوال المدة المنصرمة.